السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيه إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنعمل الخاتم ده مرتين، مرة بالرينو ومرة بالرينوجولد. إن شاء الله طريقتين هتلاقوهم أسهل من بعض. يلا نشوف إزاي. أول حاجة هعمل دايرة 15 ودايرة أزهر 5، وبعدين هحركها لحد نهاية الدايرة هنا ونعمل array بولر 8، وبعدين نستخدم كيرف بوليان. هعمل invert selection وهشيل خطوط الزيادة. حواف حادة قوي، فهعمل fillet corner. هحط نقطة في السنتر، بعدين من الفرونت هعمل دايرة الرينج سايز 18 و4، وبعدين من هنا هرسم خط 3 كارتفاع للخاتم، ومن الجنب 2، ومن تحت 1 و3. هرفع الوردة لفوق وهرسم أرك يربط ما بينه. هعمل ريبيلد وهظبط دوران الخط. بعدين هرفع النقطة 2 وهرسم أرك ما بينه من النقطة لحد منتصف الوردة، ونعمل جوين. هعمل ريبيلد وهظبط دوران الخط. بعدين هعمل ميرور ومن التوب هعمل روتيت، وبعدين هنروح للرايت وهعمل ميرور ونضم الخط شوية. هستخدم كيرف نتورك زي ما انتم شايفين، هو محتاج بس ارك في النص عشان يبقى ناعم اكتر. فهعمل اكستراكت ايزو كيرف، وعلشان الخط مايل هعمل بروجكت تو سي بلان وريبيلد، ونعمل نتورك تاني. هعمل اكسترود كيرف لدايرة الخاتم، ونعمل ترم بس كده. لو بصينا من الرايت كله تمام ما عدا الجزء اللي تحت ده، فهقطع الجزء ده هرسم خط من السنتر بميل كده واعمل له ميرور، وبعدين ترم. هعمل من هنا خط بوث سايد بعرض الدبلة من تحت، ونعمل ارك بالمنظر ده. هعمل دوبليكيت للايدج هنا وهنا، وبعدين سويب وان ري بس كده. تعالوا بقى نعمل اوفست سيرفيس
زي ما انتم شايفين في اجزاء دخلت في دايرة الخاتم، فهعمل انترم وبعدين هقطع الجزء اللي تحت ده باستخدام الخطين دول، بعدين اوفست سيرف وباستخدام الدايرة هعمل واير كت. بس كده شايفين الفرق، القطع ناعم ومفيش اي حاجة داخلة على دايرة الخاتم. هنيجي بقى للجزء اللي تحت، وهعمل سيرفس بعدين هقفله باستخدام كاب. بس كده كده خلصنا الخاتم باستخدام الراينو 6. تعالوا بقى نعمله باستخدام الراينو جولد. هختار سيجنت رينج ادفانسد، وده موجود في نسخة الراينو جولد 6. وبعدين هختار شكل الوردة، هختار مقاس الخاتم 18.4، وهكبر مقاسها لخمستاشر الاكس والواي، وبعدين الارتفاع تلاتة، ومن الرايت هخليه ارفع شوية. ومن هنا هخليه منفوخ شوية، بس كده بعدين اكستراكت سيرفيس كوبينو، هعمل دوبليكيت للايدج وندلته، وهعمل ريبيلد وارفع النقط دي شويه. بعدين نعمل array بولر، هعمل duplicate للإيدج ونتورك، هنيجي للجزء اللي تحت وهعمل offset curve on surface، وهعمل بيز بلت، هنعمل نفس الطريقة عشان نعمل اوفست. هعمل انترم ومن هنا اكستند سيرفيس، وبعدين اوفست سيرفيس. ونستخدم الواير كت. لو عاوز تعمل اوفست على طول وفي التشطيب يظبطوها زي ما تحب، بس المصمم الناجح بيكون شغله مش محتاج حد يراجع وراه. وهعمل اوفست للجزء اللي فوق،
وهعمل اوفست للجزء اللي تحت، تعالوا نحط ستون هاوس من فوق. من الراينو جولد هختار بيزل ستوديو واختار الشكل ده، هقصر طوله بس شوية وهحطه هنا. هرسم دايرة لحد هنا مثلا علشان اشيل الزيادات. هعمل اكستراكت سيرفس وندلت البولي سيرفس، وبعدين نعمل تريم. بعد كده اوفست سيرفس. في طريقة تانية برضو ممكن نعمل تريم للبولي سيرفس على طول، وبعدين اقفل السيرفس تاني عن طريق ان نعمل دوبليكيت ايدج وبعدين سويب تو. وبكده نكون عملنا الخاتم مرتين. يا ترى انهي طريقة اسهل بالنسبة لك؟ قولنا في التعليقات. وفضلا وليس امرا اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.